في واقعة لم تكن الأولى بل سبقتها أحداث مشابهة قضى فيها عشرات الجنود مقتل 9 عسكريين في منطقة الكسارة بمأرب. هل بات الموت بالعبوة الناسفة مصيره؟ أهلا بكم. شيع اليوم جثامين 9 من أفراد الجيش الوطني قضوا بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية لهم في منطقة الكسارة غربية محافظة مأرب. حادثة لم تكن الأولى، فقد سبقتها حوادث كثيرة في هذه المنطقة وغيرها خلفت عشرات الضحايا من أفراد الجيش الوطني. في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تطالب رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع بالكشف عن التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة ملابسات الحادثة والحوادث السابقة، نعود بالسؤال: أهي حرب أخرى على أفراد الجيش؟ وهل بات الموت بالعبوة الناسفة قدرهم؟ هل حركت قيادة المؤسسة العسكرية ساكنا إزاء هذه الأحداث؟ ولماذا لم يتم تأمين مناطق الشرعية بشكل كامل؟ مرة أخرى تشيع مأرب ضحايا جدد لعمليات استهداف بعبوات ناسفة يذهب ضحيتها جنود وضباط في الجيش. في منطقة الكسارة القريبة من مفرق الجوف في عمق تسيطر عليه القوات التابعة للحكومة الشرعية، تتكرر حوادث استهداف أفراد وقيادات الجيش وبشكل أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة ما يجري، خصوصاً أن تلك الحوادث تمضي دائماً دون أن تتخذ وزارة الدفاع أي إجراء للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته. هذه الحادثة التي حدثت وقعت هي في مناطق الشرعية وفي مناطق تواجد الشرعية وسيطرة الشرعية، بعيد ومنأى عن مناطق تواجد الحوثي. نحن في هذه القضية نحمل جهات يعني المنطقة السابعة على وجه الخصوص مع المنطقة الثالثة، نحملهم مسؤولية الحادثة. العملية التي حدثت الأسبوع الماضي وقتل فيها 9 عسكريين على رأسهم العميد عبد الله العبدي نائب رئيس عملية اللواء 81، سبقتها عمليات أخرى في المنطقة نفسها بحسب مصادر ميدانية، منها التفجير الذي أودى بحياة العقيد نبيل الوليدي في نهاية مايو الماضي. وتقول مصادر لقناة بلقيس إن العملية التي شيع ضحاياها اليوم في مدينة مأرب هي 14 من سلسلة العمليات المشابهة في المكان نفسه وبالآلية ذاتها. مبادرة قالوا أن هناك لجنة تحقيق تشكلت، ونحن نتمنى أو مطلبنا مش تمني فقط، ما نطالبه هو الكشف عن التحقيق. أقارب الضحايا الذين حضروا التشييع طالبوا رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع بالكشف عن التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة ملابسات الحادثة، محملين القيادة العسكرية في مأرب مسؤولية سقوط الضحايا في مناطق سيطرة الجيش، فيما ذهب بعضهم للمطالبة بإقالة وزير الدفاع، كما اتهموا قيادات الوزارة بالإهمال. نطلب من القيادة السياسية إقالة وزارة الدفاع بالكامل، لحيث وهي لا تقوم بواجبه وهي متقاعس. تكرار العمليات وتشابهها وتطابق مسرح عملياتها يدفع بالكثير للتساؤل عن سبب امتناع وزارة الدفاع وغيرها من الهيئات المعنية عن اتخاذ أي تدبير عسكري أو أمني للتحقيق في الوقائع أو الحيلولة دون تكرارها، كما يفتح الباب على كثير من الاحتمالات والتخمينات والتي تشير في معظمها إلى اختراق خطير لصفوف الجيش الوطني. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني، كما ارحب بمن ينضم لي فيها سيد عبد الكريم الجرادي احد اهالي الضحايا عبر الاقمار الصناعيه من مأرب. ارحب بك سيد الجرادي، بدايه خالص تعازي في مصابكم. يعني دعنا بدايه بالتفاصيل، ما هي ابرز التفاصيل الخاصه بوفاه 9 من ضباط الجيش او العسكريين في الجيش الوطني في منطقه الكساره؟ اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اشكر قناه بلقيس الفضائيه على تفاعلها والشفافيه التي تخطها ويعني واهتمامها بقضايا البسطاء ومنهم الجيش الوطني. ثانيا، ما حدث مع هؤلاء الأبطال
ليست الأولى واعتقدناها ليست الأخيرة. ومن هذا المنبر أعزي نفسي وأعزي جميع أهالي الضحايا والشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل. وأقول في المقدمة أن الجيش هذا الوطني هذا هو النور الذي تستضيء به الشرعية، والذي بسببه وبفضله بعد الله سبحانه وتعالى يتواجد أكثر من 2 مليون يعيشون آمنين داخل مدينة مأرب. وبفضله وبفضل هذا الجيش الوطني بعد الله سبحانه وتعالى سميت شرعية وتواجدت في الخارج وفي الداخل، وتواجد الوزراء والسفراء والملحقات العسكرية والملحقات المدنية، وتواجد جميع هؤلاء الذين يتخمون وينعمون على رؤوس وأنين الجرحى ويعني ضحايا الشهداء هؤلاء. لكن مثل هذه القضايا نحن قد اخططينا خطا، وأنا أحد جرحى الجيش الوطني بالنسبة لي، يعني في شهر اثنين في بداية شهر اثنين كنت أحد ضحايا أو أحد الجرحى. نحن أخطأنا هذا الخط وارتضينا به من أجل أن نواصل المسير حتى نعود إلى قرانا وإلى بلادنا وإلى مدننا بإذن الله منتصرين آمنين في يعني في جميع ربوع اليمن. وكل من خط ودخل هذا الخط من الجيش الوطني ندعوهم إلى السير في هذا يعني في هذا الاتجاه والمواصلة. ولكن ما حدث اليوم وما حدث مثل هذه الحوادث الأليمة هي نتيجة للترهل واللامبالاة في القيادات العسكرية والمسؤولين عن المناطق العسكرية والقائمة على تأمين هذه الخطوط وتأمين مؤخرات الصفوف وتأمين طرق الإمداد والتعزيز. هذه الحادثة لم تكن في الخطوط الأمامية ولم تكن في يعني في أماكن تواجد الحوثي أو لا يستطيع الحوثي أن يتواجد فيها أبداً أو يصل إليها، لكن هو يعتبر في أماكن عمق تواجد الشرعية. وبالتالي تكرار هذه الحوادث المماثلة وتعمد الصمت فيها وبدون إجراء تحقيق شفاف يجعل المسؤولين ابتداء من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وجميع رؤساء الدوائر الحكومات يعني الدوائر الحكومية في الجيش الوطني وقادة المناطق العسكرية يجعلهم في دائرة الاتهام، لأن الصمت هذا يدل على أن هنالك شيء مبطن في الجيش الوطني في قيادة الجيش الوطني لتصفية هؤلاء الأبطال الذين يواجهون الحوثي بصدورهم، أو أن هنالك إهمال متعمد، أو أن هنالك اختراق ووجود خلايا نائمة في قيادة الجيش الوطني وقيادة المناطق العسكرية ابتداء من رأس الهرم إلى دوائر القرار في المناطق العسكرية وقادة العسكريين خلايا تعمل لصالح الحوثي، وإلا كيف يتم استهداف سيد عبد الكريم كامل؟ يعني نعم، يعني خلال الفترة الماضية هذه تحدثت أنت تم عمل يعني استجابة القيادة العسكرية بعمل لجان تحقيق في نهاية المطاف. هناك معركة يعني الشرعية تقوم بها كما يقول المسؤولون تجاه أو بمواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذا الأمر. في هذا المطاف كل شيء وارد، الحرب مفتوحة في نهاية المطاف. نعم، كما قلت حرب مفتوحة، ونحن يعني مستعدين لهذه الحرب، ولا زلنا سنكون مستعدين حتى يعني يتحرر كل شبر في اليمن، وحتى لو فنينا ونحن مستعدين للموت في المواجهة وفي المواقع الأمامية. لكن أن يتم استهداف الجيش الوطني من الداخل وضربه من خلف ظهره فهذا شيء يدعو للإشمئزاز، ويدعو يعني أن تكون كل القيادة في دائرة الاتهام، وأنا أحد هؤلاء الأبطال يعني في يعني أتهم قيادة الجيش الوطني بشكل مباشر أنها لها يد وضلع في هذا، لأنه نسمع الجعجعة لكن لا نرى طحينا. هم يشكلون لجان لكن لم نرى تقرير ولم نرى أي شيء من هذه اللجان. لم يخرج الرأي العام أو الأهالي الضحايا يقولون أن حالته كانت كذا وكذا، أو أنه نتيجة كذا أو إهمال أو تقصير في الجانب الأمني.
او تقصير في جانب يعني الدوليه او ما الى ذلك، يعني في شيء لابد ما يقول للناس، لكن ان يتم الاستهداف الجماعي والموت الجماعي هكذا وثم نقول بان هذا هو الاجل وان هذا قضاء الله وقدره، يعني فستكون باستمرار قضاء الله وقدره وهذا اجل باستمرار، ودائما ستلقى القيادات العسكريه يعني تتصور وتاخذ الصور وتعزي وكذا، يعني ستكون هذه هي يعني الديدن باستمرار. ولذلك يعني لا يجب ان يعني يتكلم الناس وان تقف معنا القنوات الحره والنزيهه والاعلام الحر، وان يختبئ وان يكون للاقلام الحره وللناس جميعا في التواصل الاجتماعي ان تكون حمله من اجل هؤلاء، هم هؤلاء الذين صنعوا هؤلاء اصحاب الكراسي، هم الذين جعلوهم يعني هم الذين جعلوهم يعني ياخذوا بالدولار ويتقاضوا بالدولار هم في الفنادق، هم هؤلاء بطبيعه الحال يعني يجدر الاشاره الجيش الوطني، تجدر الاشاره سيد الجرادي، لانه نحن حاولنا التواصل مع الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، اعتذر من الحضور او من المشاركه معنا في هذه الحلقه، ونحاول تبيان وجهة النظر الأخرى قدر الإمكان. لكن دعنا نشرك معنا في الحوار الآن سيادة النقيب حافظ مراد مسؤول الإعلام باللواء 13 مشاة وهو شاهد على هذه الحادثة، ورحب بك سيادة النقيب. إذن رحم الله الفقداء، أنت كنت حاضر وقت الحادثة، ما هي المعلومات لديك عنها؟ أطلعنا على التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا لم نكن في وقت الحادثة موجودين، وإنما كان لدي من الضحايا من أسرتي ومن أقاربي اثنين شهداء، وهو العميد أحمد عبد الله أحمد العبدي ورئيس نائب رئيس عمل في اللواء 81، وأيضا قائد الكتيبة الثانية في اللواء 80 العقيد علي عمر، وهذا الذي دفع بي الوصول إلى منطقة الحادثة. القضية الجريمة أكبر من حجم أن نتكلم عنها بالبساطة في هذه البساطة، ولا نشكك أيضا بأن تكون المؤسسة العسكرية لها ضلع فيها أو توجد خيانة في صفوف الجيش، لأن الجريمة من بصمات أدوات إيران في اليمن والتي تعد وسائل الحوثيين في عبثه كونها ضحاياها من هذه الأعمال الإجرامية كثير من الأطفال والمدنيين والنساء في كل مكان، ولا يستبعد أيضا أن تحدث في هذه المنطقة مثل القسارة، فهي منطقة مفتوحة يعني يحدث فيها يكون فيها كل الاحتمالات واردة. أيضا نطالب وزارة الدفاع بالتحقيق ووضع الإجراء ورئاسة الأركان واتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة لوضع حد لتكرار هذه مثل هذه الأعمال الإرهابية في مناطق الطيارات الشرعية، لأنه من المؤسف أن يسقط جنود هنا وهناك وضباط هنا وهناك في عمليات إرهابية بتفجيرات عبوات ناسفة في الطرقات، وبعد نضالهم لمدة 5 سنوات وانتصارهم للوطن وللشرعية وللدين وتقدمهم مئات الكيلوهات، وبالأخير يأتى ليطعن من يعني في من خلفه في عبونة ناسفة وهو بطريقه إلى جبهة القتال. كيف هو تعاطي الجيش مع هذه الحادثة الأليمة بجزء من قواته من أفراد الجيش؟ هو لا يجدنا إلا ثبات ومعنوية، لأننا نعرف من هو العدو الحقيقي، وحتى إن كانت هذه الجريمة في أوساط في مناطق السيطرة الشرعية فهي بصمات حوثية ولأدوات إيران بلا شك. يعني على الحكومة مطالبة المبعوث الأممي المتحدة بإدانة وتجريم وزراعة الألغام والعبوات لحيث يتبين العدو الأساسي وهو الحوثي لليمن. أيضا على المنظمة الخاصة بهذا الشأن أن توضح أرقام الضحايا في الجمهورية اليمنية بشكل دقيق جدا، وسترون أرقام مهولة جدا من الضحايا الألغام والعبوات في كل أنحاء الجمهورية. في سياق الحديث عن هذه الحادثة سيادة النقيب، يعني بداية موقع الحادثة أين كان؟ كم يبعد موقع الحادثة على خطوط النار والمواجهات؟ هو يبعد مسافة
كيلو يعني عدد من الكيلوات اكثر من 5 الى 6 كيلو الى لانه بجوار جبل هيلان يعني مقابل لجبل هيلان ويصل حتى بعض العيارات الكبيره الثقيله الى نفس المكان من راس جبل هيلان من الشبكه. المنطقه قلت لك تحت جبل هيلان مفتوحه وايضا وصل تسللات حوثيه سابقه من هناك، لكن من المفترض في حدوث حادثه مثل هذه وان تطوق المنطقه على بعد كيلو دائريا على الحادثه ويتم نشر قوة لتأمينها وللتحقيق فيها بشفافية، لكن أن يرسل لجنة تحقيق إلى منطقة الحادثة ويستهدف اللجنة ويستشهد ويتم دفن الدليل مع الضحية السابق في آن واحد وفي بشكل جماعي فهذا غير منطق. يعني الطقم الذي أسعف في الحادثة الضباط من والأفراد من اللواء 81 قبل 3 أيام استشهدوا وتم إسعافهم بطقم، الطقم مع عودته المسعف انفجر بأسبوع عبوة أخرى. إخفاء الدليل، هذه يعني إخفاء الدليل. أيضا من جاء يحقق وهو مرسل لجنة من قيادة المنطقة السابعة وهو عرفات الصبري استشهد أيضا وهو مرافقه في نفس المنطقة وبنفس اللغم توجد مسافات بسيطة، فهذه هي التي تبعث شكوك ويجب اتخاذ اجراءات صارمه في حدوث مثل هذه، تطويق المكان، تامينه حتى يتم التحقيق فيكتشفون من هو العدو اي من هي الخلايا واين تكمن واين تتواجد. يعني الى اي مدى ترى ان هناك يعني يثير هذه الملابسات تثير شكوك بوجود مثلا محاولات لطمس نتائج التحقيق قبل انتهائه؟ هو طبعا العدو متربص ويضع عدة احتمالات ويضع عدة يعني طرق للقضاء على الأدلة في أي مكان، وفي معروف عند الفرق الهندسية والمعروف وأيضا طرق الحرب معروف أنه إذا تم وضع لك ضحية ما شيء أو كمين سيأتي بعدها لجنة للتحقيق وسيأتي أسر الضحايا لنظر ما حدث في هذه المنطقة، أيضا الكمين الآخر هو لمن سيأتي بعد الضحية فالطمس أيضا الدليل الذي سيحصل عليه، وهذه واردة وقاعدة لدى العدو في كل مكان. سيادة النقيب، يعني الآن مرت 4 أيام تقريبا على الحادثة، هل هناك من معلومات أو أخبار سواء أعلنت أو لم تعلن من قبل الجهات الرسمية؟ نعم، هناك تم ضبط وسيلة نقل طقم أو هيلوكس عليها لغم بالقرب من المنطقة كانت تعبر في الخط، تم القبض عليها من قوة الجيش أو الأمن وإحالتها إلى الجهات القانونية للتحقيق معها، وإن شاء الله أنها تكون خيط في المطلوب. أيضا التحقيق اللجنة السابقة قلت لك تم استهدافها لأن في هناك كان استهبال بعض الشيء، عدم تأمين المنطقة، ولو كان في تأمين المنطقة على بعد كيلو لكان تم تأمين اللجنة وأيضا لكان حصلوا على الدليل ربما من احتمال 99% كان حصلوا على الدليل. هذا الاستخفاف إن أنا سمعتك بشكل صحيح، هل هو من الأفراد الذين يقومون بالتحقيق أم من المسؤولين عليهم؟ لا أعتقد أن يكون الفرد أو المسؤول مستخف أو غير مسؤول يعني بهذا الشيء، لكنه بعض الأوقات في بعض الأحيان هي قلة خبرات وبعض هي يعني تساهل في المواضيع وبعض الأوقات تكون ضغط في الجبهات لم يتفرغوا لهذا الشيء، لكن ضروري أن تتفرغ جهات مع يعني معلومة لهذا الأمر في أي مكان يحدث انفجار تطوق بقوات أمنية أو عسكرية ويتم التحقيق فيها بشكل شفاف، أيضا يزودوا الرجال الاستخبارات والأمن الخاص بالمخابرات بالإمكانيات
التي تمكنهم من كشف الحقائق ومن كشف الجرائم ومن كشف المجرمين. لم يمكنوا إلى الآن ولم يؤهلوا حتى التأهيل الذي المطلوب الذي يرقى بمستوى الجيش والشرعية بالله. شكرا لك سيادة النقيب حافظ مراد مسؤول الإعلام باللواء 13 مشاة، كنت معنا عبر الهاتف من المأرب. بالعودة إليك سيد الجرادي، أنتم يعني في نهاية المطاف أيضا طالبتم رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع بالكشف عن التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة. قد يكون ليس هناك شيء معلن، لكن هل من أخبار أو ردود جاءت إليك أنت مثلا أو سمعت بها؟ أخي الكريم، نحن نتوقع كما كان حكام العرب يصنعوا بقضية فلسطين، خطابة رنانة وبعدها قرار سيخرج أو بيان بأربع كلمات، نشجب، نندد، نستنكر، نحمل. هم بالأخير سيقولون نحمل ميليشية الحوثي. هذه ميليشية الحوثي قد تفننت في العمل الإجرامي تبعها، تفننت بكل الطرق واستطاعت يعني أن تفعل كل ما لديها من عمل إجرامي، لكن بالمقابل العمل اللوجستي الذي المفروض أن يكون موجود داخل الدوائر الحكومية وعلى رأسها الجيش الوطني وفروع يعني فروعه في المناطق العسكرية لم يفعل بشكل صحيح، أو هناك فشل ذريع جدا عندما يعني تدافع عن الجلاد وتنسى الجريمة، ثم يعني كما قال الأخ حافظ بأنه تم استهداف المسعفين ومن ثم عودة الفريق الذي هو يعني أعتقد ركن استخبارات المنطقة السابعة عارف الصبري أو عرفات الصبري الذي تم دفنه اليوم رحمة الله عليه، تم استهدافه للمرة يعني واستشهد. يعني أين الأمن؟ أين يعني في هنالك لا مبالاة، في هناك عدم استشعار المسؤولية، هنالك في ترهل في قيادة الجيش، هنالك ترهل. هؤلاء الشباب هم الثروة، هم الذهب الذين سيحررون اليمن، يجب أن نحافظ عليهم، وإذا لم يحافظوا عليهم هؤلاء فلن تبقى شرعية لهم حتى يغنموا الفرصة ويجمعوا الثروات. هؤلاء أبناءنا الآن تسفك دماءهم ليست في المواقع وإنما على الطرقات، فهل من الصحيح أن لكن هل لدى الجيش سيد الجرادي أن لا نحملها المسؤولية؟ هل لدى الجيش إمكانات فعلية؟ يعني تحدث السيد سيادة النقيب عن أن ليس لدى الجيش أجهزة اللازمة لعمل التحقيقات ومتابعة التحقيقات، وكذلك تحدث على مسألة أن هناك أفراد من يقومون ب يعني عمليات التحقيق قد لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية. أخي الكريم، بالحق والدين والعدل نقول الحق، هنالك يعني لا مبالاة، هنالك استهتار بدماء الناس، بدماء أبطال الجيش الوطني، والله استهتار، وحتى استهتار بالجرحى وبحقوق الشهداء. أنا لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أتكلم في الحلقة عما يدور، عما يواجه أسر الشهداء من 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 عدم من من لا اكتراث من القيادات عندما يعني يطالبون بحقوق الشهداء، ما بالك بأنين الجرحى في كل مكان. هنالك الجيش له قدرات وتستطيع ان تفعل كل شيء، لكن اللامبالاه في القياده، لان ابنائهم في منأى من هذا الكلام، ربما ابنائهم في الخارج، ربما ابنائهم ياخذوا المنح الذي كانت المفروض حق أفراد الجيش الوطني. هؤلاء الذين معظم أفراد الجيش الوطني هؤلاء حاصلين على التسعينات والثمانينات، أقل واحد منهم خريج الثانوية حصل على 85% من هؤلاء الجيش الوطني، بل بعضهم قام خريج الجامعات لكن جاءوا يدافعوا عن الوطن، وربما يعني هؤلاء الأبطال يتم استهدافهم، قد يكون هو العدو. كيف استطاع العدو ان يصل الى عقر الشرعيه، الى وسط ظهر الشرعيه؟ ليس مبرر ان ندافع على هؤلاء ابدا. قطره الدم الواحده هي اعظم من هدر الكعبه عند الله سبحانه وتعالى عندما تسير هباء منثورا. لم نسمع وزاره الدفاع حتى الان بشيء،
ها الأخ هذا يتكلم أن لديه يعني ربما خطوط يعني تواصل مع هؤلاء القيادة وكذا، لكن إحنا ليس يعني هو إلى حد ما يعني يتحدث بما لديه من معلومات، لكن هو أيضا يعني هناك نقطة أريد الحديث عنها، يعني ليس بالضرورة أن تعلن هذه نتائج التحقيقات أو ما شابه، لكن المهم أن تجري، يعني في نهاية المطاف قد لا يعلن للإعلام أو لا يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات باعتبار أنها مسائل عسكرية وهناك نوع من السرية فيها لمراعاة معينة، لكن المهم أن تجري، يعني بالمقارنة بأن هناك كيف يعني هناك حوادث مشابهة سابقة، هل تقدر بأن مثل هكذا أمر يحدث بالفعل، أن هناك محاكمات عسكرية تجري، أن هناك تتبع للخلايا الجاسوسية إن صح التعبير أو ما شابه؟ أنا في الجيش الوطني تمام، أقول يعني وأقبل يعني أقدام هذا الجيش الوطني ورؤوس هؤلاء الأبطال، لكن مع الأسف الشديد عندما نطالب بتحقيق يا أخي الكريم، زملائي وزملائنا وشباب قضوا نحبهم في المواقع لم يتكلم أحد ولم يطالب أحد بأي لجنة، لكننا اليوم نطالب بهذه اللجنة العادلة يعني، ويجب أن تكون هناك لجنة وشفافة ويعلم بها أولياء الأمور، لأن أبناءنا وإخواننا ماتوا على الطرقات ولم يموتوا في المواقع الأمامية والمواجهة، هذا الذي يحز في النفس، ويجب أن تكون هناك شفافية، يعني ليس من الضروري أن تكون سرية، وما أدرانا أن هناك قيم الحق وتمت يعني إقالة وتمت كذا، أنا أطالب من هنا بإقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية السابعة والثالثة ومن كل له شأن في هذه. يا أخي الكريم، هؤلاء يعني مسجلين كل أبنائهم الأطفال الصغير والكبير، ربما مسجلين حتى البنات في التوجيه المعنوي وغيرها وغيرها، يعني في عملية مفرغة لهذا الجيش الوطني، في استهداف ممنهج، هؤلاء هم الذروة حق الجيش الوطني الذين يروحون الآن في يعني في مواجهات عبثية في الطرقات، كان هؤلاء 15 أو 9 يستطيعون أن يحرروا جبال يعني جبال وكيلوهات، قتلوا بدم بارد وإصابة مباشرة في الرأس تماما، استهداف يعني دقيق واستهداف عن بعد، كل هؤلاء 9 ممكن أعرض لك من تلفوني أحد الضحايا الذي قريبي ابن شقيقي، ها يعني تم استهداف هؤلاء 9 كلهم في الرأس، لم يصاب أي أحد منهم في القلب أو في الصدر أو في أي مكان، كل الاستهداف كان في الرأس. يا أخي الكريم، يعني هؤلاء نفوس وهؤلاء رجال وهؤلاء أبطال 6 سنوات وقدموا معظمهم جرحى من 3 ومن 4 مرات، هذا ابن شقيقي جرح في 25 رمضان ولم يتكر ولم يبقى رغم أن جرحه ولا زالت الشظية في ظهره، لكنه عاد إلى موقعه ليكمل المشوار مع زملائه، وفجأة يعني تأتي الفاجعة بأنهم قضوا نحبهم جميعا. من هنا نحن سنواصل المشوار وسنموت في كل المواقع والمواجهات من أجل تحرير اليمن، لكن ليست تلك الطريقة التي شاهدنا أبناءنا وليست الميت الذي دفناهم بها اليوم. يعني رئيس الجمهورية مصمت، نائب الرئيس يأتي يعني ليأخذ تصوير مع طاقم القيادة في الأعياد وفي المناسبات والاختفاء لمدة عام قادم أو عام آخر. يا أخي الكريم، هؤلاء الذين في الفنادق يأتون بأبنائهم والملحقيات العسكرية والثقافية وكلاء الوزارات وكلاء المحافظات الذين يقاضون بالدولارات ولم يقدموا قطرة دم واحدة، يأتوا الآن ليقدموا دماءهم من أجل هذا الوطن من أجل أن تستمر الشرعية، أما نحن في المواجهة وسنستمر في المواجهة. هذا الثوب الأبيض أنا ألبسه الآن في القناة، لكن غدا سأبعده وألبس الميلي وأعود إلى موقعي. أنا لا أستطيع أن أتكلم معك بأحرف حقيقية لأني أصابتي من هنا بطلق ناري وتكسير الفكين، وأنا أتكلم لأن كل الآن فيها الحديد، ولذلك أنا أعتذر من المشاهدين الكرام. نعم،
ألف سلامة بإذن الله. في سياق الحديث، أنت قبل قليل أشرت إلى مسألة الجرحى، وهناك الكثير من القصص بهذا الخصوص. هل حدثتنا عن ذلك بشكل موسع؟ يا أخي الكريم، يأتي جريح إلى قائد لواء، أحد قادة اللواء، هذا الجريح لم يتبقى في جسمه إلا لسانه وتحريك يديه، فقد كل شيء. يأتي يقول قائد اللواء يطالب بأحد الحقوق وأبسطها، فيقول له أنت ما جرحتش عندي، قال له أنا جريح في اللواء كذا وكذا، قال له أنا لست سير عند قائد اللواء السابق. يأتي ليطالب بالعربية الذي بدها السائل، ولا حد اليوم ولا حد هذه اللحظة كان جالس معي في أحد الأماكن التي أقمنا فيها العزاء، هذا الشخص هذا المصاب لم يصرف له هذه العربية. هناك أربعة أفراد لأن جيتوا سمينة يحملونه، في استهتار بدماء الشهداء، في استهتار بهؤلاء الضحايا، بهؤلاء الأبطال، في أنين، في هنالك آلاف القصص، والله آلاف القصص. وأنا أشكرك على تواجدك يعني معنا اليوم سيد. يعني هنالك لوبي يتم. نعم، أشكرك يعني على تواجدك معنا سيد عبد الكريم الجرادي، أحد يعني أهالي الضحايا، وقد وعلى نقلك لهذه القصص. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. أرحب سادة المشاهدين بالعقيد عنتر الذيفاني، ضابط في الجيش الوطني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من مأرب. سيادة العقيد، في حديث عن نتائج بخصوص يعني لجان تحقيق متكررة تشكل للحديث عن أو للتحقيق في نتائج استهداف الجيش أو أفراد الجيش الوطني بعبوات ناسفة، ما هي أبرز النتائج التي وصلت لها إلى الآن؟ أولا حياكم الله ونعزي أسر الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث المؤلم، وما أكثر الحوادث التي تحدث من ويذهب ضحيتها أفراد وقادة في هذا المكان في منطقة الكسارة بجوار جبل هيلان. الحقيقة أنه في كل مرة الجميع يطالب بتشكيل لجان للتحقيق والبحث عن المتسبب وراء هذه العبوات. لا شك أنها لمسات الحوثيين واضحة، لكن الحوثيين باعتبار عدو يتفنن في قتل أفراد وقادة من الجيش الوطني، هذا هو عمله، إما أن يكون بشكل تسلل أو هناك مندسين عبر سيارات الأبناء يعملون لحساب الحوثي ويضعون هذه العبوات بعمل ممنهج ومنظم. من يتحمل المسؤولية في هذه الأماكن التي يتكرر فيها هذه الحوادث هم الكتائب المتواجدة في هذا المكان واستخبارات المنطقة الثالثة ودائرة الاستخبارات عموما، هم من يتحملوا المسؤولية. ويجب على وزارة الدفاع، قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن تتخذ إجراءات صارمة، يعني إجراءات صارمة ضد هذا، ضد هؤلاء القائمين على الاستخبارات في دائرة الاستخبارات وفي شعبة الاستخبارات التابعة للمنطقة الثالثة، الذين لا يعني نلمس لهم أي أثر ولا أي جهد يبذل تجاه هذه الأرواح التي تقدم من أبناء الجيش الوطني. أستغرب يعني ما هو عمل الاستخبارات المنطقة الثالثة الذي تقع هذه المنطقة في إدارها؟ ما هو عمل دائرة الاستخبارات؟ ما هو عمل الشرطة العسكرية؟ ما هو عمل الكتائب الموجودة في هذه المنطقة؟ نستغرب يعني. وحادث منذ 3 أو 4 سنوات ذهبوا فيها قادات كتائب وقادات شعب وأفراد يعني كثير، والله أنه يحز في أنفسنا، يحز يعني ما حدث من حادث مؤلم قبل 4 أيام. سيادة العقيد، يعني هذا الحادث ليس الأول، هذا الحادث ليس الأول، كيف تفسر أكيد ليس الأول تكرار مثل هذه الحوادث سيادة العقيد؟
إذا كان لدى استخبارات المنطقة الثالثة ودائرة الاستخبارات عموما ذر من ضمير عليهم أن يقدموا استقالتهم الليلة، لأنه ثبت فشلهم. هؤلاء فاشلين يا أخي، يعني هذا أرواح بيتلعبوا بها، وأنا يعني أخاطب رئاسة هيئة الأركان ووزارة الدفاع بإقالتهم ومحاكمتهم لأنهم لم يقوموا بعملهم. يعني عملهم إيش يعني؟ الأخ مدير أو رئيس شعبة الاستخبارات حق المنطقة الثالثة، يعني عملية يبحث بعض الديانات وبعض الـ وبعض الـ الـ السيارة في مدينة مأرب. لماذا لا يذهب بفرق للبحث عن العبوة الناس والتحقيق يعني وأخذ المعلومات ويضل يعني نتيجة بعد 3 أو 4 سنوات من الـ من الـ من, من القصف لأفراد وأبناء الجيش الوطني؟ سيد العقيد، يجب الإشارة إلى أن نحن حاولنا التواصل مع المسؤولين اللي التحدث عن لوسائل الإعلام، يعني كمثال الناطق باسم الجيش الوطني وأيضا نائب الناطق الرسمي، للتواصل وإبداء وجهة نظر الجيش فيما يتعلق بهذه الحوادث والحادثة قبل 4 أيام بالتحديد، لكن اعتذر عن الظهور معنا. يجب الإشارة لذلك لمحاولة إيصال وجهة النظر الأخرى. لكن سيادة العقيد، يعني تكرار هذه الحوادث، ما الذي يعكسه؟ ما الذي يعنيه ذلك وأنت ضريع في المشهد العسكري؟ أولا أخي العزيز، أنا أقدر ما قاله الأخ عبد الكريم الجرادي، لكن لست معه في كثير من قضية الاهتمام بأسر الشهداء. لا، هناك اهتمام بأسر الشهداء وهناك اهتمام بالجرحى. الذي يسمعه يعتقد أن الجيش الوطني لا وقيادة الجيش الوطني لا تهتم بأسر الشهداء أو تهتم بالجرحى. لا، هناك اهتمام يعني كبير وواسع حسب الإمكانيات. لكن هذه الحوادث التي تتكرر بشكل متواصل، نرى أنه لم تطلع نتيجة من نتائج التحقيق طوال السنوات الماضية وإلى اليوم. ما هو دور دائرة الاستخبارات وشعبة الاستخبارات؟ ما هو دور الكتائب الموجودة في تلك المنطقة؟ ما هو دورهم؟ يعني الناس كلهم يتساءلوا، وأنا باسمي كضابط في الجيش الوطني هذا ما نتساءل جميعا يعني، وأنا أخاطب من خلال قناتكم قيادة الجيش ورئاسة هيئة الأركان أن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه هذه المهزلة. لسنا ضعفاء يا أخي، ولسنا يعني بهذا الشكل الذي قد يصورها البعض. نحن جيش قوي ولدينا إمكانيات يعني لدينا أفراد يستطيعوا أنهم يتقدموا في كل الجبهات، لكن هذه المهزلة من قبل قصور بعض القادة وبعض المختصين في هذه مسائل التحقيق والمتابعه، هؤلاء لابد انهم نأمل ان تكون رساله اذا قد وصلت. اشكرك سياده العقيد عنتر الضيفاني الضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف في المأرب، وارحب بمن ينضم ايضا الينا من المأرب عبر الاقمار الصناعيه، سيد رشاد المخلافي المحلل السياسي. اهلا بك سيد المخلافي. اذا دعنا ناخذ المشهد من زاويه اخرى. لماذا لا يزال افراد الجيش الواقفين، يعني حتى أولئك البعيدين عن الجبهات لا يزالون يلقون حتفهم، أين الخلل؟ أولا مساء الخير أخي وجيه لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة بلقيس. دعني في عجالة صغيرة أقول لك، الجيش الوطني هذا الجيش الذي تخلق ولد من رحم الجمهورية ومن رحم المعاناة ومن رحم القضية الوطنية، واستطاع خلال 5 سنوات وفي الذكرى الخامسة لتأسيسه استطاع أن يحقق إنجازات وإنجازات كبيرة لا استهان بها. هذه ليست خطابات في الفضاء وإنما هي وقائع على الأرض. نحن نعرف التحديات التي عانى منها الجيش الوطني على أكثر من صعيد وعلى أكثر من جبهة. الجيش الوطني هذا الذي تأسس بعمر 5 سنوات استطاع أن يواجه إيران، واستطاع أن يواجه الميليشيا الحوثي، واستطاع أن يواجه وحدات قطاع واسع من وحدات الجيش السابق الذي انضم إلى ميليشيا الحوثي كقوات إمامية.
هذا الجيش الذي يمتلك اليوم عقيدة عسكرية وطنية قتالية وطنية، هذا الجيش الذي ولاءه لله والوطن وبأقل الإمكانيات، يمكن أن تكون إمكانيات صفرية، استطاع أن يحقق انتصارات وإنجازات على مستوى الشمال وعلى مستوى الجنوب. اليوم تعرف التحديات التي تواجه الجيش الوطني، اليوم الجيش الوطني مستهدف بأكثر من جهة، هذا الحليف السابق الذي تسمى الإمارات، وأنتم تعرفون أن اليوم قيادة الجيش الوطني تستهدف بصواريخ محوثية وبصواريخ بين قوسين صديقة. هناك مؤامرة كبيرة على اليمن، هناك مؤامرة كبيرة على الجيش الوطني، وهو المؤسسة اليوم الذي يستند إليها الشعب والذي يحظى بتأييد شعبي واسع شمالا وجنوبا، لأنه تكشفت تلك المشاريع القذرة ومن يقف خلفها والنوايا والمؤامرة والأطماع الخارجية. نعم هناك قصور وقصور من بعض القيادات الميدانية، وأنا أقولها بكل صدق، سلاح المخابرات الاستخبارات العسكرية، شعبة الاستخبارات العسكرية في المنطقة العسكرية السابعة وشعبة الاستخبارات العسكرية في المنطقة وشعبة الاستخبارات العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة، هؤلاء هم يتحملون لأنه مسؤوليتهم تأمين الحركة داخل الجبهات، تأمين المركبات، تأمين الطرقات، جمع المعلومات، لكن يبدو أن هناك دور غائب جدا. على فكرة لو جئنا نقارن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في محافظة مأرب والتي استطاعت أن تؤمن محافظة مأرب بشكل كبير، ولولا الدور القوي لهذه الأجهزة الأمنية لكانت مأرب تغرق في 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 فوضى عارمة والمؤامرات، ورصدت لها مليارات الدولارات لتفجير الوضع في مأرب، لكنها استطاعت أن تثبت. لذلك أنا أقول بالنسبة للجهاز الاستخبارات العسكري وجهاز الأمن يعني العسكري، هناك الخلل، الخلل في جهاز الاستخبارات العسكري بتقديرك؟ هنا الخلل، نعم نعم، في الشعبتين التابعتين للمنطقة العسكرية السابعة والثالثة، هؤلاء هم يتحملون المسؤولية، لأن هذه ثغرة وتعددت فيها الإشكاليات. لكن أنا أختلف مع زميلي السابق الذي شطح بأن قيادة الجيش، قيادة الجيش اليوم في الميدان، قيادة الجيش تعرضت لعملية تصفية لأكثر من مرة وبصواريخ إيرانية وصواريخ إماراتية. دعنا نكون واضحين، هناك مؤامرة كبيرة على الجيش الوطني، على رأس الجيش الوطني باستهدافه. لكن أنا أقول ما حصل أيضا، هناك بعض القيادات في، هناك قصور في حقيقة في بعض القيادات العسكرية الميدانية والتي يجب إزاحتها من المشهد تماما، لأنها أثبتت خلال الفترة السابقة قصور وأثبتت خيبة كبيرة. لكن اليوم الجيش الوطني على مستوى الفرد بدون لعشرة أشهر ولثمانية أشهر بدون مرتب ومعدات وأسلحة بسيطة جدا، هذا الجيش الوطني الذي يجب أن نكون واضحين لا يحظى بدعم لا لوجستي ولا بدعم مادي ولا أيضا مرتبات لأشهر طويلة ولا غطاء حتى جوي قادر حقيقي يستطيع من خلاله الكثير، تحقيق كثير من الإنجازات، لكنه بهذه الإمكانيات البسيطة استطاع أن يحقق إنجازات وإنجازات كبيرة جدا. وهذا الجيش الوطني هو رقم جمهوري صعب اليوم، تتهشم عليه المشاريع الإمامية والطموح الإيراني في الشمال والمشاريع الإماراتية والميليشياوية المناطقية في الجنوب. يجب أن لا نسيء لهذه المؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة العسكرية هي أمل الأمة، وأنا أقول لك أنها قادرة على حسم المعركة. وأنت ترى في خلال الساعة الماضية فقط كيف استطاعت أن تحقق انتصارات في الجنوب في محور أبين وفي الشمال أيضا، وكبدت الميليشيات شمالا وجنوبا خسائر فادحة. هذه حتى الغطاء السياسي اليوم، الحكومة السياسية وهي المعنية بالملف السياسي، اليوم الجيش الوطني يتحرك بدون الشرعي، يتحرك حتى بدون غطاء سياسي، بدون قيادة سياسية بمستوى المسؤولية. دعنا نكون واضحين، الاتصالات أهم مؤسسة وأخطر مؤسسة كان يجب
أن تستعاد وأن تنتزع من يد الحوثيين قبل 5 سنوات من الآن، لكنها بتآمر إماراتي وبتآمر أيضا الحليف وواضح وتآمر دولي بقت الاتصالات، وهي مصدر دخل كبير لميليشيا الحوثي، أيضا مصدر تجميع معلومات عن تحركات قيادات الجيش وتحركات الجيش، وهذه خطيرة جدا. يجب أن يحاكم وزير الاتصالات، يجب أن يحل التحقيق، يجب أن يحل المحاكمة وأن يقال فورا. هناك هذا الجيش اليوم يتعرض لأكثر من 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 من, من خذلان، لكنه ظل صامدا وقادر على تحقيق المعركة وقادر على إنجاز المعركة، لأنه يعي أنه يخوض معركة مصيرية مقدسة لا مناص من حسمها بأقل الإمكانيات، لكن عنده عزيمة، عنده إرادة صلبة، عنده ولاء وطني لله وللوطن وشعبه وللجمهورية. هذا الجيش البسيط الذي تخلق من رحم المعاناة ومن رحم الجمهورية قادر وبأقل الإمكانيات على أن يحسم المعركة، لكن تعرض للخذلان من قبل الحليف والصديق ومن قبل للأسف الحكومة الشرعية بهذا الإداء الرديء السيء الذي لا يرتقي إلى مستوى فرد جندي واحد في داخل الجبهة أو في مدرسه وهو يقاوم ويعرف أنه يخوض قضية مصيرية مقدسة، يخوض دفاع عن كرامة أمة، عن سيادة وطن، لكن ولا يعول، ولو كان يعول على ذلك، على هذه التكالبات وعلى هذه المؤامرات لكنا انتهت اليمن من الخارطة السياسية تماما وذهبت إلى كيانات، إلى أكثر من كيان ممزقة ومشتتة. شكرا لك إذن على تواجدك معنا أجنبية. نعم، شكرا لك إذن على تواجدك معنا سيد رشاد المخلفي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. يجر إشارة مرة أخرى للسادة المشاهدين، لأنه حاولنا التواصل مع الناطق باسم الجيش الوطني وكذا نائب الناطق باسم الجيش الوطني لإبداء وجهة نظر الجيش الوطني حول هذه الحوادث وأخذ حقهم في التعبير، لكن اعتذروا عن الظهور في هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم. في ختامها أيضا تقبلوا تحيات وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.